مع الدكتورة نادية النشار. تك تك. الأخبار الجميلة بقى مع الضيوف الجميلة. تخيلوا صديقة مصرية تحصل على جائزة منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة في الإمارات عن أفضل بحث علمي عن تطبيقات الحكومة لتكنولوجيا الاتصال على مستوى الأفراد عالميا. دكتورة ولاء يحيى، ألف مبروك يا دكتور. أسعدتيني جدا بهذا الخبر وهذه الجائزة المشرفة جدا لمصر كلها، للمرأة المصرية، للباحثة المصرية المتميزة. بشكرك جدا يا دكتور وألف مبروك، ببارك لحضرتك. ألف مبروك يا دكتور. دكتورة ولاء، دكتورة ولاء، دكتورة ولاء، دكتورة ولاء، حضرتك سمعيني؟ دكتورة ولاء يحيى، يا دكتور. دكتورة ولاء يحيى، يا دكتور. مساء الفل، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك دكتورة ولاء، سعيدة جدا بوجودي معاك. أسعدتينا بالخبر الجميل وأسعدتينا إنك نموذج مشرف جدا للمرأة المصرية وللباحثة العلمية المصرية اللي قدرت تقدم بحث يقول ان التكنولوجيا جميلة اهي وفيها امكانيات كويسة ونقدر نستثمرها. اه طبعا، احنا زي ما احنا متفقين ان التكنولوجيا ليها وجهين، واحنا اللي بنحدد نستخدم انهي وجه فيهم. فالبحث بتاعي في فلسفه الكتاب في منتدى الشرق الاتصال الحكومي. وطبعا زي ما احنا كنا عارفين الامارات بتدي اهتمام كبير جدا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا. وكان البحث التالي بيتكلم عن الشات بوت او المحادثه الاليه، يعني ايه اللي بتبقى موجوده عن كل التطبيقات بتاعت المحادثات بقى واتساب او ماسنجر، اللي هو بيبقى ان انت بتسالي على حاجه وبيبقى في رد، وبعد كده بتسالي على حاجه ثانيه وبيكمل معاكي لغايه ما بيوصلك للبوينت اللي انت عايزاه. وطبعا وزارة الصحة المصرية في أثناء الجائحة بتاعة كورونا كانت مطبقة أو كانت مفعلة تقنية الشات بوت على الماسنجر وعلى الواتساب. صحيح، أنا اتعاملت مع أكتر معاملة حكومية عن طريق الشات. هو من ضمن التقنيات اللي كانت جميلة جدا خلال الفترة بتاعة كوفيد، زي ما كان في تقنيات كتير جدا للذكاء الاصطناعي خلال الفترة دي أثبتت كفاءتها وأثبتت إن هي موجودة وإن التقنية موجودة بشكل كبير جدا داخل المادة الإنسانية ولا أنت قدمتي البحث عن كلمة الاتصال الحكومي، يعني إيه الاتصال الحكومي يا دكتور؟ لا أنا ما قدمتش عن كلمة الاتصال الحكومي، هو أنا قدمت في منتدى اسمه منتدى الاتصال الحكومي بإمارة الشرق في الإمارات. نعم أنا عارفة، أنا عايزة أعرف ماذا تعني كلمة الاتصال الحكومي؟ الاتصال اللي بيحصل من اي مؤسسه حكوميه للمواطنين او للمستفيدين او للجمهور بتاعها، وكيفيه تحقيق المعادله الصعبه اللي هي الاتصال الحواري او الاتصال الثنائي الاتجاهي، ان مش بيبقاش بس فقط ان انا بقول لهم معلومات او ببلغهم بتعليمات معينه، قد ما بيكون في حاله من التفاعل بين المؤسسه نفسها وبين الجمهور بالشكل اللي يحقق درجه من درجات الرضا بين الجمهور نفسه. يعني رضا الجمهور دي من ضمن المقاييس اللي بيتحدد بيها مدى كفاءة وجودة الأداء الحكومي. يعني إذا مسألة مهمة جدا الاتصال في اتجاهين بين الحكومة والمواطن. ده بشكل أكيد. وأعتقد التكنولوجيا هنا بقى بجد بتقوم بدور إيجابي جدا، يعني مش محتاجة موظف مخصوص يرد على كل واحد. ده هو أسئلة شائعة وهو برنامج بيرد على السؤال وبيحيلك في حالة احتياجك لشخص، بيحيلك للشخص ده. هو احنا عندنا نوعين من انواع الشات بوت. تمام؟ وعندنا النوع الاول، النوع ده بيبقى انا بحط جوه الشات بوت مجموعه من المعلومات. كل المعلومات مثلا اللي ممكن تيجي في بالي ان ممكن يسال عنها سواء مستفيد او جمهور او مستفيد. وهو بيعمل فلتر للمعلومات دي وبيطلع لي الاجابات بتاعت الاسئله بتاعتي بس في اطار المعلومات اللي انا حطها. لو انا سالت سؤال
موجود في المعلومات اللي محطوطه عنده هو مش هيقدر يكمل معايا معاه. ده النوع الاول. تمام. او النوع البدائي من الشاب. النوع الثاني بقى هو النوع اللي بيعتمد على الخوارزميات او الذكاء الاصطناعي. اللي هو بقى ممكن يرد عليا لو انا سالت سؤال بالعاميه. لو انا سالت سؤال وفي اخطاء لغويه. لو انا سالت سؤال والسؤال ده كان اكتر من المعلومات اللي بتخزنها في السيستم نفسه. وهو ده بقى اللي هو بيستخدموه دلوقتي بشكل طبعا اكثر تطور في مجال العلاج النفسي بره. يعني الشات من ضمن الحاجات اللي بيتفضلوها بعدد كبير جدا من المرضى اللي بيعانوا من امراض نفسيه او المرضى اللي هم في حالات التعافي او في مرحله التعافي بعض الامراض الثقيله، يعني سواء كان ايد او كانسر. بعد التعافي من المرض نفسه بيتم تاهيل الناس اللي كانوا مرضى للتعامل مره اخرى والاندماج في المجتمع. ففي نسبه كبيره منهم بتقرر بمحض ارادتها انها عايزه تتعامل مع شات بوت، عايزه تتعامل مع انسان. يعني في ناس ممكن تختار الشات بوت؟ الناس اللي بتعاني من امراض تتعلق بعلاقاتها الاجتماعيه بيكونوا فاقدين الثقه او بيبقى عندهم اكتئاب ان هم يكلموا شخص ما يقدروش يثقوا بشخص. بس يقدر يثق في الشات بوت، بيحس باريحيه اكتر. وهنا بقى وهنا ده مستوى تاني من الذكاء اللي هو ذكاء الفهم والاستنتاج وعقد المقارنات ودراسة الحالة عن طريق التطبيق. هو فعلا يعني حتى في أوروبا بيهتموا جدا بيه، لأنه لقوا إن في جانب كبير جدا من الناس أو المرضى النفسيين بيختاروه، يعني لما بيخيروهم بين إن هم السيرابيست بتاعهم يكون انسان او شات. لا، هما بيختاروا شات. وده معناه ان الدنيا بتتغير اختياريا، يعني شوفي ازاي يكون اختيار الانسان نفسه هو انه يتعامل مع الاله مش مع الانسان. احنا بندور دايما البني ادم عايش في الدنيا دي عشان يدور على الله. هو بيدور ازاي يوصل. فكره ان احنا بنبص للتكنولوجيا انها هي الوسيله اللي حتى أهلنا المرحلة من الراحة في أي حاجة، يعني خلينا نقول مثلا أبسط مثال، لو أنا عايز أصحى الصبح في وقت معين. هيبقى أريح بالنسبة لي إن أنا أقعد أنام مع التليفون ولا إني أقول لحد اصحى معلش أو صحيني في الوقت الفلاني. وارد إنه ينسى. وارد إنه ما يتذكرش. صحيح. وارد إنه يصحيني في وقت قبل أو بعد الوقت اللي أنا قلت عليه أو اللي أنا حددته. إنما التليفون تيجي الساعة 7 هيصحيني. ده ابسط مثال. التليفونات دلوقتي بقت ليه الاختيار الاول؟ ليه في ايدينا كلنا كبار وصغيرين؟ لان هي اريح. العلاقات الانسانيه مع الضغوطات اللي احنا بنتعرض ليها والضغوط اللي احنا بنتعرض ليها سواء اقتصاديه او اجتماعيه، عارف نفسك واعمى، بتلاقي نفسك انت تقدر تكتفي بالموبايل. صحيح. لان هو بيحقق لك جزء من الاهداف اللي انت عايز تحققها حياتك، بس من غير ضغوط، من غير التزامات، من غير تبقى مضطر تقدم حاجات. كفايه فكره الرسائل اللي هي وقت ما انت مرتاح وعايز تبعت تمام بتبعت، ووقت ما اللي بيستقبل عايز يستقبل بيستقبل. هو بقى دي سمه اللي هي سمه وصفه اساسيه اللي هي لا تزامنيه. انا ببعت في الزمن اللي بيناسبني. وانت بتقرا في الزمن اللي بيني. عندنا مشكلة برضو دي يعني جاي للأسف من ثقافتنا. اللي هو كل اللي بيبعت واللي بيستقبل مش قادر يستوعب ان مش معنى ان انت بعت بوست ان انا لازم اروح نفس الدقيقة. دي بتبقى لو خدت بالك هتلاقي ان في ناس كتير جدا في علاقاتهم الاجتماعية بيتضايقوا، انا بعت وانت ما شفتش، او انت انا بعت وانت شفت وما ردتش. لا، وبالاساس ده معمول عشان انت تبعت في الوقت اللي يناسبك، وانا افتح في الوقت اللي يناسبني وارد في الوقت اللي يناسبني. لان دي سمه وصفه اساسيه من صفات التكنولوجيا اللي هي لا تزامنيه. وده اللي مديها ميزتها، ميزه الاتصال عن طريق النوع ده من التواصل هو انه لا تزامني. فمش شرط الوقت اللي انت مهيئ فيه للاتصال بيا اكون انا مهيئه للاتصال.
لا أو خالص. وده اللي مخلي على فكرة حتى شكل العلاقات الإنسانية فيها مرونة. إن أنا ما أقدرش مثلا زمان لو أنا عايزاكي هطلبك على التليفون الأرضي، لو أنت ما رديتيش يبقى خلاص كده حب، صحيح. يبقى انقطع الحبل بتاع التواصل اللي بيني وبينك. وممكن انا اكسل اسال السؤال ده او اطمئن الاطمئنانه دي، اقول اكلمها في وقت تاني بقى وخلاص. بالظبط. يعني برضو احنا ثقافتنا بنقول خلاص لما بيبقى قلقانين على حد مجرد ما بنلاقيه اونلاين احنا بنطمن انه كويس صحيح. خلاص. اه يعني ده في حد ذاته ابسط المعاني من الصفات الخاصه او السمات الخاصه بالتكنولوجيا. صحيح، وده اتصال في حد ذاته، ما هو اتصال. اه طبعا، ما هو شكل من اشكال الاطمئنان. تحقيق يعني للهدف. معلومه من الشخص ده كويس. اه مش مشكله بقى نتكلم في التفاصيل، تمام. بس هو بخير. طيب، عندي رسالتين أحبك تسمعيهم. تعليق الأول، باحثة الجغرافية أستاذة صفاء: مساء الفل على حضرتك يا أستاذة صفاء، مساء الطاقة الإيجابية والسعادة عليك أنت، فريق العمل كله بيحييكي، وبتقولي دي أجمل ضيفة دكتورة ولاء، بتبسط المعلومة كأفضل ما يكون. وحضرتك أكيد فاكرة أستاذة صفاء، لأن كنا بنتكلم عن تكنولوجيا التي تتيح التعامل مع المكفوفين. فهي فعلا ثبرت وأصرت وبقت يعني أستاذة في استخدام السوشيال ميديا، وهي بتقول بقى إيه: أخرجتني التكنولوجيا من عزلتي وحالة اكتئاب وشعور بانعدام القيمة وعدم وجود هدف للحياة، إلى أن أصبحت صانعة محتوى علمي له هدف توعوي وطني، ولا أزكي نفسي على الله وأرجو أن يكون عملي خالص لوجه الله. فشوفي، هي بقت صانعة محتوى منتظمة بتخصصها، هي مسميه نفسها كمان الباحثه الجغرافيه، فهي منتظمه في عرض المعلومات شديده الاهميه يعني. جميل جدا، جميل جدا، حاجه اثرتني جدا. استاذ وليد بقى، السؤال اللي محيره: ليه رواد السوشيال ميديا يعشقوا شخصيه مشهوره عشق يعني جارف، ثم يدوروا على شيء في حياه الشخصيه المشهوره دي علشان يدمروها ويشوهوها؟ ايه ده بالظبط، حب ولا حقد ولا كراهية؟ لا، هو احنا ما بنبصش للحب بشكل مطلق، زي ما احنا ما بنبصش للكل بشكل مطلق. احنا ما فيش حد هنتفق عليه الدنيا، يعني ما فيش شخص هنتفق عليه كلنا ان احنا كلنا بنحب، زي ما احنا مش هنتفق على شخص ان كلنا بنكره. فزي ما في ناس بتحب تبرم الابن بتاعها وتظهره، سواء كان بقى شخص في الوسط الفني او شخصيه علميه، وللاسف برضه احنا مش دول اللي بنبروز، يعني احنا مش بنبروز الاشخاص اللي ليهم ثقل علمي او اللي ليهم ثقل في شكل اخر غير الفنانين او المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. فمعنى ان انا بقعد انور فيه وبحط الصوت وبتكلم عنه وبحبه قوي، ده بينك فيني بينسي جزء كبير في مخي ان في ناس تانيين مش بيحبوا الشخص ده. لا، هو بيسأل برضو ازاي ناس تحب قوي النهارده وبكره نقلب على الشخصيه 100% ونبقى برضو في ترند الكراهيه ده. ده جزء كبير جدا من تفكيرنا احنا العاطفي. يعني احنا بمجرد ما بيجيلك معلومه ان فلان مثلا بيدعم جهه معينه او حصل منه تصرف معين، ولا كل اللي بيني وبين الشخص ده مفيش معامله شخصيه، فانا بحبه بالمعلومه زي ما بكرهه بالمعلومه. تمام. يعني انا ما اعرفش دكتوره نادية نشاط، بس بشوف ان مثلا في بوستات بتتكلم عن شغلها وعن اعمالها وعن مجهودها فبحبها. بعد وقت بيبتدوا مثلا يقولوا يجيبوا شخص مثلا معين ويقولوا لا ده الشخص ده عمل كذا والشخص ده عمل كذا والشخص ده عمل كذا، فبتبتدي اتجاهاتك انت ناحيه الشخص ده تتاثر. ده شيء طبيعي على فكره، ده لوجيك، لان احنا احساسنا بحبنا للاشخاص وللاشياء بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله المعلومه اللي انا بستقبلها عن الشخص ده. انا قعدت فتره طويله جدا من عمري بستقبل معلومات على ان الشخص اللي من شعره اصفر وابيض وعينيه ملونه ده اجنبي. فبعد فتره بقيت بحب الاجانب، بحب اتفرج عليهم. بعد فتره من المعلومات في حاجه ثانيه بتتكون اسمها الاتجاه. انا الاول بيبقى عندي معلومه على الشخص، وبعد فتره طويله من التعرض للمعلومات بيتكون جوايا اتجاه.
الاتجاه ده بيبقى ثلاثة، ثلاث حاجات، يعني يا إيجابي أحبه، يا سلبي ما أحبوش، يا محايد مش فارق معه. بعد الاتجاه بيحصل سلوك، إن أنا أدعمه أو ما أدعمهش. فإحنا الثلاث مراحل دول كلنا بنمر بيها حسب المعلومات اللي بتجيلنا واستقبالنا للمعلومة. احنا قعدنا نستقبل معلومات عن شخص معين ان هو شخص جميل ولطيف وبيتعاون وانسان وليه مواقف انسانيه وشكله جميل وكده، فخلاص ابتدينا كلنا نروح ناحيه اللي احنا بنحبه. بعد كده ايه اللي حصل؟ ابتدينا نستقبل معلومات ثانيه سلبيه. طبيعي هيتغير المعلومه، فهيتغير الاتجاه، فهيتغير السلوك. بدل ما كنت بدعمه حسيت ما دعمهوش او حسيت اكثر فيه. بعدين دي طبيعي، مفيش يا نجم مش هفضل طول الوقت احط الشخص ده يكون صحاب واحب فيه. لا، هي السوشيال ميديا للاسف لو حضرتك تفتكر لما كنا اتكلمنا ان هي فرصه المهمشين. ففرصه المهمشين انور حد ده شويه. وبعدين خلينا برضو ما ننساش ان في احنا كنا سمعنا قبل كده او زمان عن اللجان الالكترونيه، مش 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 كلها سياسيه. لا، في لجان الكترونيه عشان خاطر الناس دي. الشخص ده يبقى مسؤول دلوقتي شويه، سواء كان فنان بقى او غيره. زي ما في لجان بتشتغل معاه، في لجان بتشتغل ضده. والسوشيال ميديا مجال مفتوح، لك ان تتعاطفي او لك ان تكرهي او لك ان لا تدعمي. فهو مش هيفضل ماشي على رتم واحد، لان في فنانين بالاساس بيعتمدوا على الترند. الترند ده بقى موقف حلو او موقف وحش ما بيفرقش، هو عايز يبقى محور كلام. سواء كان محور كلام لموقف كويس او محور كلام لموقف غير جيد او غير مسؤول، بس اهم حاجه الناس تبقى بتتكلم عنه. ولو احنا بصينا مثلا الفتره اللي فاتت دي، حضرتك هتتاكدي من الكلام اللي انا بقوله. قد ايه فنانين بقوا بيعملوا مواقف، او مش فنانين، اشخاص بابليك فيجر بتعمل مواقف فقط عشان تبقى يفضل تحت الضوء وخلاص، يعني يفضل محل الكلام، وهو حوار بغض النظر هو حوار الجماهير في اي اتجاه. انا اكاد اوزن ان ده بيحصل، واحنا كلنا لو بصينا مثلا بشهر كده هنقدر نسمع صوت على برنامج بتحط نفسه مواقف وحشه وبتوثق المواقف دي على نفسهم لمجرد انها تتحط في فيديو. وانا اشيره وحضرتك تشيريه وضيفنا يشيره عشان تبقى تحت الضوء. فالمنصات بقى اللي بتعرض الشخصيه دي تستفيد منها ماديا في الاعلانات او في المشاهدات او في اي شكل اخر. هل السوشيال ميديا ساهمت في شده الحب وشده الكره؟ لا، هي ما ساهمتش في شده الحب ولا شده الكره، هي يعني عملت حاجه اسمها عصابات فكريه. عملت حاجه اسمها ايه؟ عصابات فكريه. عصابات؟ يعني بقينا حضرتك بقول لك على حاجه عشان اوضحها. هل يا ترى احنا ما كناش بنكره قبل السوشيال ميديا؟ لا طبعا، كل ما كناش بنحب؟ لا بنحب. ما كناش بنتفق على شخص معين؟ بنتفق. ما كناش بنتفق على الاقل نتفق على شخص معين يحدث سنبيح. ولكن السوشيال ميديا بقت بتاخد كل حاجه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بتبروجها قوي وتحسسنا ان ده الشائع او ان ده اللي بيحصل. هقول لحضرتك على حاجه علشان اوضح لك وجهه نظري اكتر. في ايام كانوا بيقولوا لنا ان الشوارع خربانه وان في ناس فيها، وان يجي على الارض تنزلي تلاقي الدنيا كويسه. صحيح، كلنا عاصرنا مواقف شبه كده. فزي ما هي عملت كده من حاجات ما كانتش موجوده بالاساس في مجال السياسه، فهي بتعمل نفس الحكايه في مجال الفن وفي مجال الرياضه وفي مجال الثقافه وحتى في مجال التسويق. واحنا زي ما احنا ولحنا برضو بعد فتره طويله جدا من التعرض اتغيرنا، يعني هل مستوى الوعي اختلف ولا لسه في محلك سر؟ نسبي بشكل كبير جدا، لان فاكره قلت لحضرتك قبل كده اني ما اقدرش اقول ان تاثير السوشيال ميديا سلبي بحت
وايجابي بحت، لان احنا كلنا بنستخدمها بمستوى وعي مختلف. صحيح. ممكن تلاقي حد ماسك يشغل منصب كبير جدا في اي مكان في مؤسسه، ولكنه يذهل ازاي يتعامل مع السوشيال ميديا فيتاثر بيها، عكس طالب في كليه حاسبات ومعلومات قادر يثبت الوعي، هي اللي بتحكم انت هتتاثر قد ايه بالسوشيال ميديا زي ما انت هتاثر فيها قد ايه. صحيح. اذا الرهان على سرعة بناء الوعي علشان نستفيد من التطور الكبير اللي حاصل ده. وخصوصا ان احنا ما عندناش فترة طويلة نعمل ده، لان التطور اللي بيحصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة كلها مش مخلية في يعني ما عندناش ساعة من الوقت عشان ندرك. انت لازم تكون قادر تنمي وعي بشكل سريع جدا عشان تواكب التطور اللي بيحصل في مجال التكنولوجيا. صحيح. دكتورة ولاء يحيى، بشكرك جدا وببارك لك مرة تانية، شرفتينا، ودايما نستفيد بهذه المعلومات القيمة والأبحاث المهمة اللي بتقدموها. بشكرك جدا يا دكتور. الله يخليك يا سعيدة جدا بحضرتك، والله يبارك في حضرتك وفي سمعينك الكرام. بشكرك يا دكتور، مع السلامة.